انت عندنا في الدوكيوم. ايوه انا دلوقتي في الدوكيوم. صباح الخير. اهلا وسهلا. بصي 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 عشان بلدنا ترجع تاني احسن من الاول، علشان كل واحد ياخد حقه، علشان نقول للعالم كله ان احنا مش قليلين، ان احنا جامدين جدا، وان احنا فعلا شعب الحضاره العظيمه المصريين القويين اللي هم اهم من اي حد. هترشحوا في الاستيسي؟ طبعا اكيد هقول له نعم، مليون نعم، لانه انقذ مصر من كارثه حقيقيه كانت هتحصل لها، ولانه انسان بيخاف ربنا وبيخاف على بلده وبيحب اولاد بلده، وبالتاكيد ان شاء الله ثقتي فيه وربنا كبيره ان هو هيغير حاجات كتير قوي للاحسن. يا ماما خلصتي ولا لسه؟ انا قاعده طبعا احنا كمان الناس حد يجي ورايا احنا معانا اهلنا الشرف. شكرا يا ماما. ماشي يا جماعه، شكرا.